في أول زيارة للقضاء، محافظ صلاح الدين يعلن من قضاء طوز مرحلة جديدة من الأعمار والخدمات والتكامل المجتمعي. بغداد تستعد لتوقيع 40 اتفاقية خلال ساعات زيارة الرئيس التركي، وإنهاء أزمة الحصص المائية تتقدم أولويات الشراكة الجديدة. سياسيون يرسمون مشهدا معقدا لإنهاء شغور رئاسة البرلمان، وقلق من ارتدادات السياسة في ديالى وكركوك على حائط الصد ضد الإرهاب. العراق أولا بقائمة مستوردي المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية، والفنان علاء بشير يهدي مجلس القضاء لوحة معجزة الخلق.